هاي جايز، كنتمنى تكونوا بخير. توحشناكم بزاف بزاف. انا توحشتكم بزاف والله العظيم. احنا دابا غندير لكم واحد فلوغ، فلوغ خفيف ظريف، وتبانوا معنا. تبانوا معنا، خليكم معنا. احنا دابا الا غادي نمشيو شي طاكسي نمشيو ولا فين نمشيو؟ يلا كنت هيا انيسه فاتش غادي نمشي. المهم ما عرفناش فين غنمشيو، فين ما مشينا انتوما معنا. حنا غاديين نقول لك جاني الشعر بحال هكا. شوفوا سالمة شنو شريت ليا، الفورة الجديدة مع هرسة ياسر. كنتي السلام، خويا تشري لي هاد. شكرا. حنا وصلنا، حنا كاين في عين جيب دابا. شوفوا البحر، واو ملي توحشت البحر. عرفتوا كي الجو زوين ما كايناش الشمس والجو بارد. شوفوا شي واحد ما بغا يشوف لي هاد السفارة، كيفاش ما يهزو السفارة باش زعما ما يبانوش راه عمارة. عرفتوا ما كايناش الشمس والجو زوين فن. انا كنموت على الجو، بديت تعجبني. ومن قلت لك كل شيء حيد كيعجبني دوك ماما. تي انا ما كتعجبنيش ندير ها ها كداك ماما بس لا شاد رفاتي كترجع لينا العقل. انا وسلمى تلاقينا فاتي كتقول لنا قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم حنا جينا مكتو ديال عين دياب، حنا داخلين. واو شوف شوفوا الجو هنا زوين. سلمى عقلتي خرجت كنا كنلقاو شكون اش كنديروا حيت ملي كيجيو هنا. ايام فاتي ما خاصش باش كنت تقدر تفاعل. عين دياب كنا زعما توحشناكم بزاف. كنا زوينين معكم، خبرنا عليكم حيت درنا واحد الفيديو ما قدرناش نلوحو حيت طرا لنا فيه شي مشاكل في المونتاج صافي وتخربق. اين مني كطرا ليا شي مشكل في شي فيديو كنحيدو. ما كنتش غنحط لكم فيديو هاد السيمانه ولكن غادي نقدر نحط لكم غدا. دابا بغينا في خباركم شي، انا كنصور فيديو هاد السيمانه وكنحط لكم شي السيمانه اخرى. هادي خاصها تيكافات شوفي انا خاوي من الشيطان شويه غير نعس هنايا. شي السبوره شحال كدير مزيان ما تبقاش تحز على بنادم. واش تبقاش تحز على بنادم عافاك اختي في الدعاء ماشي غير انت حتى هي. ما بقاش نقول لكم صوره انا واش كيف انا في الدعاء انا ما كاينش البرد. انت ما تقولش هذا راه كيطلع لك البرد بلا سوا بصعوب في البرد هكا جاكيت اخليك لابسه فيك الساع زيتي لبسه مش سوقي على ليا الناس الصحاب عطاني وحده ما عقلش انا والله ما تاكلوا متناقص مع عليكم والله صافي عطاني حبيتي ناري اصلا بارد دابا غير ناري هاد الماء ديال الورد الحمر. اختي كتشوف عافاك ما جابوش لي طوموبيل حتى حنا يا اختي عافاك درت لي نزيدو. شوفي انا داك الشيء ديالي ما تحلاش زينا شي حاجه فهمتي ما زينا والو فاتش زينا والو. شكون بحالنا فاش كيخرجوا شي صحاباش كيمشيو يصبقوا الماكله ديال ها ها بغيت نهز نعطيك ما تعطينيش عطيني لاصك ما تعطينيش انا. ولكن دابا انا فاش نحط ما جابش شي بلان غير مع لي فرونس تاع حنا الماكله. قولوا لينا شكون فيكم اللي بحالنا ملي كيخرجوا كيصبقوا الماكله ديال الاولى ماشي الناس كيمشيو دورو شويه حتى كيجيو من الجوع. حنا كندورو كيمشيو دارنا فين الجوع جبنا كيمشيو دارنا فين الجوع. شريني شوي عافاك ما عندك بنين حتى هي عندها ضالي ضالي تي كيف عندها بنين انا مش قدرش الضرب يا انا عارفه يعني ضرب معاك انت عارفه هي صباج تقول الحس كابول لقها كيقول لي انا كنت حاجه تصدق الضرب شوي عايش بك ويدك مش حمرك انا اديك ما صافي كنت السوق ما في الكلمه اخر مره نجي من مصر مريك ما نقدرش نبدل والله كم تمشي كم شات شوفيا رجع زعر ابيض كذا لا ما ابيض كنت قال في خلاص ما عرفتش دوك كلو انا هذا غدا كاش بنان الشيء الاخر غدا كيف فعل احبس لي فيش كريسو
ناري صح نمشي نحضر مع الاصدقاء ديالي وما ماكلاش داك البردات ومشي ما كليتيش برد طلعتوني الدم برد وما عجبنيش بزاف ما كلتش شويه وصافي مني برد ما بقاش كليش حاجه داك الشيء ويلي لا حما سبوله وداك ماشي ايمان زيك شي كريم دافول لا بيغي لا بيغي شنو غنحل شي زناق وغنبرع حبط الله انا الله عشان شنو وقفنا شي زناق انا بقى ندير لهم الفرماج الفرماج لي صوص لي صوص باغي حلو الغسطون وما باغيش حلو لي سناك ولا غسطون اسناك هناك غسطون انت كيما كاين الباس لقيت لكم السوشي 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 ما كدير لي فيران دابا نوض صراحه بنين دابا عاد باش عجبني دخلت الوسط هذاك هذا هذا كيعجبني هذا ذوقون فاش كان شويه زوين شو معنى ذوقك من هذا هذا كبير ذوقك من هذا ذوقني خولة ياك نوقف نوقف تاكلني ها انا دوك ما نوصل انت كاع اطلق طلق الشعاع مش عندوش بزاف لحم يا انا دوك انا دوك انا لا دوك انا دوك انا دوك انا حسيت والله هادشي ما دوقتينيش عارفه اش غيطرا فما دوك انا دوقت انا عطيك ما بلاصه تاع الفرماج انت نعطي بالادب والله تبي الادب شي باغي تمشي ميفهمش واخا حتى واخا كنكون غدي كيجيني الجوع ما عرفتش علاش انت ما كيجيبو لي الجوع بعدا كنشوفكم كنتفكر الماكل شوف الخاولة كتفكر الماكل جوستكم عشتك نهار واحد صدر فينا الخاولة تبعنا الاندومي عجبناه ودرنا كسكسو عرفتي انت بزاف بزاف حتى هي ماما بما نقولها لا دوش لنا اندومي من الزنقة طالعين نطيبو ناكلو نلقاو الصفة حتى الاندومي مشينا قلنا ناكلو الصفة بقينا كناكلو كناكلو حتى بلا تمشي نزيدنا شوية ديال ديك لاصوص ديال الدجاج مشيت شوية تبان لي الاندومي محطوطة في الكوزينة قلت لها سير ماشي غنديرو الاندومي الله 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 كلشي بنين بعد ما تكون عندهم بلاصة نطايا بشاش لا بغيتها انا كتعجبني البصلة خلاص تكون كلش معفن علاش الفرماج اللي في ماكدو ما كيتجبدش تكون خبارك حنا عندنا اللحم بنين خبار كاين مابقاش بنين لا والله حنا عندنا اللحم بنين حيت الحوالة اللي عندنا وداك الشيء بقر وداك الشيء ناشف 70 درهم اللي بنين 50 درهم كاع ما بنين تقول هذه ماما دي 50 درهم كيكون ديال الحمير الله انا كنفحش كنشبع ولا انا عاد طلعت نتسال شتري لي شنو هو ما بغات نكون مسيده ما مسكينه قالت بكل شيء تشقف من انا انا ما عطاكش تدري لي علاش نسالي هذه معقل عليها مزيان ونوريك شنو ندير شلعوني ماشي شو الدغمة الأخيرة انت شبك درتي حاجة كنت فاتش مخولة تضرب لك شي صاحبي ما هو لا قرب لا والله ما انا خداك انا كشك ذوقين حمار بغيت نخداش انا بغيت شو ما يوصلش للمعدة ماما كتقول واحد المحتاج هاك كتقول بغيت شو انا بغيت ياكلوا بالرحمه ويخرجوا بالزحمه ولا ما حاجه الحاجه فانا كنا على مجال عودي عودي فاشل عودي المجال عافاك انت تمشي عند ماما بلا تعاود لا لا عاودي كتقول عافاك عافاك عرفت تاكلي الرحمه وتخرجي للزحمه بسم ديالتي هاني انا هفاتي السبوره شرات لي سلمى هادشي اللي كلينا شوفوا كيش ولا مقات حتى حاجه يا ربي سلمى ما كريتها ما لقاوش كدور هاد السبوره سي هادشي سداتي تقدر توقف على ثلاثه ديال رجلي كنشوف الله يلا تقدري تعوجها بحال هكا عندك ما تقولها صح بغيتي شوفي فور هاد الشكل النهائي ديال هاد السبوره بغيت نضحك بديك ديك اش هي ديك اللي كيدوز ام بي سي 4 في الصباح كنتفرج ام بي سي 3 ديك اللي كيبقاو يبيعوا فيه داك الشيء كتجبد لك شي حاجه حاجه كتقدر لها الاداء بحال هكا كتبان لك زوين لا 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 يلا زيدي مغنيو لهم كيما مشى ويلي ماكي هضره هضره كتمشي ودا فاتي بشي هضره شي غبي غير غيشوف انا غنكمل البقيه ناري قتلتوني بالضحك علاش نقول لكم كنجي نغني مبغاش تغني معايا انا فيا النقصه انا قربت نموت شفتي عبد الرحمن فاتي اجي بني معانا بني الاصدقاء ديالنا
سلمى كتموت على سيدي عبد الرحمن تقول لك الدار شنو راه غندي سيدي عبد الرحمن وشوفها اش غادي ما بقاوش مالي الحريره ما كاينينش مع كورونا ايه صراحه نشربوا حريره وناكلوا مسمن نطلعوا في الجمل بيض مسلوق نطلعوا في الجمل الجمل وداك الحمار الصغير وداك الحمار الصغير ونتصوروا مع الصخر اجي ونقزوا ونغوتوا ونتصوروا مع الصخر ندرت قلت لي الحركه خدام الصخر عمرك قلت شي فاشي عمرك كتمشي في الجمل الجمل لي سيدي عبد الرحمن لا عمرك ما شربتي الحريره المسمن عمرك ما جلستي شي طبله وتحت منك الماج كيمشيو لك على الجلد عمرك قلتي واقف الصخر صحباتي كيف العاده تصاور بلا قياس بلا قياس صورت شي صغيره انا وغادي نتصوروا بلا قياس اجي دخل عندهم انستغرام شي قاعدوك تصور لك يلوحوا لكم كتشوفوا التصويره ولا جوج راه كيتصور 1000 وحده 10000 وحده عاد مش كيلوحوا لكم وحده ها انتما شوف بوزات اختي بوزات واش غادي تحرك وي كتشوفوا واش بغيتي تخرج دافع تخرج دافع اختي انا شبان لكم خسرنا التصاور صاحبتي شحال كويرة كانت غطيحني قاري زين وداير لاباس ما فيه لا سهلا نقير الله فيه حنانية ولد الناس نلقى فيه كل ما بغيت مش الهوى تغني لي هلا كمل الحلال وكتر شوات سيرو نوريكم الاوتفيت ديالنا اجي نوريكم الاوتفيت اوتفيت شكلو اوتفيت شكلو جوردن اوف 10 ديالي طالعين جوردن ديالي انا لابسه 19 طالعين هي 1060 انت عميقه سلمى لابسه لي شيفي بوكلي ني ندير داكشي ديال عميقه سلمى لابسه جوردن اذا سلمى عميقه انا ما عميقهش ويلي فاشي لابسه سروال واسع من التحت انا ما عميقهش اجي نشوف الاوتفيت ديال فاشي لابسه سروال واسع اذا فاشي عميقه نحن عميقات الدار ماشي كنستمتعوا بالجو وكنشوفوا البحر بحال الناس كناكلو وكنتصوروا كنرجعوا للدار يا ربي السلام الله يعافيكم التصاور صحباتي خصك تصور من هنا ومن هنا ومن هنا اي مراك واحد الكوريات بوكوط تاع الدريات لانيفيرسير ديال فاتي كان السيمانه هاد السيمانه والبارح قولوا لفاتي شويه زانيفيرسير في لي كومونتير عند انستغرام باش تفرحوها نتوما هما الكادو ديال فاتي واش انا ما كتقبلش كنت عارفه ان فاتي ما كتقبلش كتقبل ما كتقبلش دايره كونت بريفو ولكن كتقبل البنات فاوله سير لي السيفر ديالك ما تشغل لوحه لا من لوحه غير طريق الله اللوحه الله جبتها ياه حاجه ما قالش يكون هذا السيفر تقدر تجيها هاك واو على القانو غنزيد فاتي قول لها بصحه الزعوريه الزعره جات بوكوسه ياك هادشي دارت نهار لانيفيرسير ديالها دارت 18 عام و 6 مسكينه ايوا صافي وحنايا شادين لها بهباله ما عندنا ما نديرو صحتنا 16 قالت لنا وجاني شي زوين لا زوين ونكذبوا عليها شي زوين قولوا لي وجاني نقولوا لها ما جاتش زوين ونقولوا لها في الكومونتير انا فين نخسه عاد شوف قال ما بقى لي قد ما فات في الدنيا دعوا معايا يا رب شوفوا الا ما تاش قد دعوا معايا ياك سكتي صحابنا ما صح الله ينجيني يجيك ليا صحيح انا باقي باغي نعيش
فاتي الشهبه اش قالت لك امي ما عجبتيها بالزعره اللي درتي في راسك قلت البارح اولا البارح فاش كنت دايره اللايف قلت لها امي اش كتعرفك على سلمى كنت كنهضر لها حيت ملي جات سلمى قلت لها الزعره واش قولي عجبتني ديك اللي دايره الشهوبيه حفي يا اختي قلت لها كدوي السوليوني عجبتها سلمى نطلعوا هنا نوريكم البحر وشوفوا كاين هنايا البحر وكاين الكريه صافي كي جلسوا نعشوا على كما ديك وشوفوا كاين الجرده كاين ربيع خضر واش وشوفوا الدريات كي دايرات هنايا في المدينه وشوفوا هانتوما نوريكم الربيع الخضر واش كاين كاين القهاوي ويه القهاوي كيحسوا فيهم الرجالات والعيالات ملصقين الرايه ديال المغرب الرايه عاش الملك ما بيتش وشوفوا انا غنوريكم الدنيا في هاد الدار البيضاء كي دايره والبحر البحر عطا الله بوعد قالوا لي غادي تمشاو 300 درهم ولا غادي تمشاو تسو دابا في نظرك حنا غيديونا حنا وجهنا وجه البلاصه قال لي مشيت لقيت عيالات كبار ورجال كبار ونوريكم هنايا الدريات عندهم الشعر على مود الشهوبيه هادشي عندهم دايرين صفار كحل وكاين حتى الحمار هادشي عصبنا هادشي كلاس فهمتوني ما تقدرش تنزل معنا لهذا المستوى فقصنا حنا دابا غادي نمشيو لواحد البلاصه اش كنقولوا ليها ماما اش كنقولوا لك يقول لها انفا انفا بلاص انفا انفا بلاص غنمشيو ناكلوا فيها الكلاص يا الكلاص زوين شوفي هاد التيتيز كعاود على التيتيز هاد الريات البيض المنقي ايوا شوفوا القهاوي شوفوا تبارك الله عندهم نخل 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 على مادة على مادة على مادة الدنيا زينة زينة الدنيا 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 تبارك الله زينة زينة وطنوبيلات وحديد حديد 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 واعر تبارك الله عرفتي الحديد وبنادم كيداير المهم بغينا نقول لكم على زعما حنا درنا واحد الشو الصراحة اللي شادي الوجه شوف فينا كلشي شافنا كاع الناس تفرجوا فينا يا ربي السلامة تريكو كنمشي دور بكتروتينات حنا بحال هكا حنا مكندويوش بنادم فاش كنخرج بحال هكا كنتسوقو هذا غلق عليك شتي اللي قلنا راسنا كنديرو ايوا صافي كل واحد كنت نعرفو داك النهار شنو في التيك توك المهم حنا نوصلو الانفا ونرجعو لكم باي حنا جينا عاود ثاني سلمى دايره لكم لايف عاوتاني في انستغرام دخلوا تابعونا على سلمى في انستغرام ويلا جامعة هاد الشعر حبيته تنجمع عليا الكرينات نشوف هادو ديالك وجه الصق ما بنعرفش كدير ليا دخلوا تابعونا عندنا في انستغرام ميرسي على لي لايك ديالكم والله الا كنشكركم بزاف كتشجعونا كتشجعونا باش نوضوا نديروا لكم فيديوهات جداد لما نجي كتشوفي كتضحك عليك كيفاش كيبقى يضحك هذاك عرفتي كدير لنا واحد هادشي 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 كتشوفو عيني حقيقي سامدي سواق صافي حقيقي سيد خاص تلاش تما يصلخ ما عندهمش الوالدين شوف هو شات الدب الدب تلخم ماكش غير بنين صافي والله زعما كنت اختي دابا تنشط تخا كيقول لك كاع الشفار ديالها دغيا فازو التليفون غيطلع لك لا لا بغينا نقول لكم شكرا على لي كومونتير زوينين ديالكم والله الا كتفرحونا والله الميساج عطيتي الميساج واعر هذا الميساج ديالكم الله يخليكم لينا وصافي وحق الله شتي علاش في انستغرام كتلعوا لي فيو وفي اليوتيوب كتلعوا لي فيو بزاف وكتخرج من انستغرام دخلوا عندنا انستغرام ما كنهضروا معاهم شوفي 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 انا كنجاوب على الميساج كاملين ما عطاك كسده مشي ولدك شوفي خلاص نهضر معاهم البربوش ولد المصلح الحبايب ديالي سمعتوني قلت لكم انا كنجاوبكم كامل شوفي شكون عزيزي تقاتلي عصبني 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 والله يا شكرا لكم البنات اللي كتصيفطوا لنا لي كومونتير ولي ميساج ميرسي والله كنشكركم على هذا الفيديو وديديكاس لكم وحده وحده كدير اللايف وتخلينا نبقى نشوف شكون في داركم ودير اللايف عرفتي اليوم السبت حنا راه خارجين في اونفا داك صحاب الجروبات
هي زوينه ولكن خاصك تجي لها واحد النهار خاصك تجي بنت عندك اون فاصل في الحد نسايا خاصك تجي لها نهار اثنين نهار اثنين جات لقاي فن لقاي خاوي بصح نهار السبت مع شو قال ايه شو قال ايه قلت لك مع عمر شو قال ايه دراء مشاكل عرفتوا ذاك العام ذاك العام جينا الانفا صورنا واحد الفيديو كنا ديك الساعه الله غادي نبداو صورنا واحد شانل جواع عرفت جواع ريا بصح حيتنا فيه حاجه خطيره سبب مشات مسحه الطوموبيلات في الروج انا مشيت بعت كلينيك ولكن ما قدرناش نلوحوه لاسباب كاين شي اسباب ما قدرناش ولكن الفيديو خطير حيت 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 انت كيفاش حطيتي الايد علاش كتحب كشي يعني فين الاخوان شي قال لك فاش مشيتش اكسبت الفولو هذه ما عطيتكمش ما باش انا كنهضر معاك في اللايف ملي كلينيك كلينيك هاو انا مستكريتك عندنا صاحب جوا اش لخمو قدام الناس انا راه شنو قادر هنايا سخني براش طاس ني داك المصفى بغيت نشوفها في وجهها كي داير انا اشتهال ني انا حالا كنت نقلب لكم الكاميرا ولكن ما نقدرش والله صارت ناري ناري انا دريات دريات اللي كيديروا هادشي دريات اللي مسحوا خواتاتكم وبانجي لكم راه ما يمكنش خفتكم تهدموا واحد الحاله راه ما يمكنش تكرموا الدريات دخلي سوق راسك دابا ينوضوا عليك هاو بدك تعرف الله غير مصاوب شي بطاريه فن نوض لحمو من داك الصاب نزوم نضربو على طويل الدري فن المهم اذا ما وقع الفيديو سال هنايا باش نقول لهم باي باي المهم وقع الفيديو سال هنايا كنتمنى يكون عجبكم هذا الفلوغ حاول دير فلوغ فيديو خفيف نتمنى ان شاء الله السيمانه يا ربي نحط لكم واحد البرانك زوين السلام عليكم جوج دراسكم السيمانه شوف البرهوشه شوف البرهوشه جوي البرهوشه السلام عليكم كنبغيكم بزاف ما تنساوش الناس اللي باقي ما تابوناوش تابوناو وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم حسك شي خلينا نبعد كتفقصني ها واحد غنضربك شوفوا راه كتبغي تاكل العصا داير بحال الحمار هاد البوعات نوض نموت صرخي مابقيتش تقول الناس اللي باقي ما تابوناوش تابوناو وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم كنبغيكم بزاف وتهلاو فراسكم بيزو